Express force F as a Cartesian vector, then determine its coordinates, direction, angles. طيب هي الفورس ماشية من الـ A للـ B، يبقى أجيب R A B اللي هي R B ناقص R A. طيب R B أهي في اتجاه الـ X 1.5، الـ G minus 2.1، ومفيش كيل إنها في مستوى الـ X Y، minus النقطة دي نقطة ايه؟ عندنا تلاتة الوتر او يعني الطول ده في الفراغ، كوساين 70 ينزل تحت، يبقى تلاتة كوساين 70، وبعدين في اتجاه الواي كوساين، في اتجاه الاكس ساين 30 بس بالماينس، وبعدين بالنسبة للجي او الواي تلاتة كوساين 70 كوساين 30 كوساين كوساين، بالنسبة للرأسي بلس 3 ساين 70 كي، يعني يساوي 1.5 ماينس ماينس يعني بلس 3 كوساين 70 كوساين لا ساين 30 2.01 i minus 2.1 minus 3 cosine 70 وكمان cosine 30 minus 2.99 g. هنا صفر ناقص يبقى ناقص على طول 3 sin 70 2.82. نجيب ال r AB كماجنتيود، الجذر طبعا التربيعي ليهم اللي هو تربيع 2.99 تربيع 2.01 تربيع، وناخد الجذر التربيعي طلع 4.57 4.57 متر. كده خلاص عندنا اليونت فيكتور، اقسم ده على ده، اقول ان الاف هتساوي از فيكتور بتساوي الاف كماجنتيود في الار اي بي على الار اي بي عشان احسب اليونت فيكتور، وبالتالي الاف بتاعتنا 6.75. تقسيم الرقم ده وبعدين اضرب في الار اي بي، لان ده على ده يديني اليونت فيكتور. هيساوي 6.75 تقسيم الأنصر اللي من شوية في 2.01 يطلع 2.97 اي، وبعدين ضرب 2.99 على 2.01 عشان نسبة وتناسب 4.41 جي وماينس ضرب 2.82 تقسيم 2.99 4.16 كي، كل الكلام ده بنيوتن. اذا الالفا بتساوي كوساين ماينس 1 شيفت كوساين 2.97 تقسيم القوة اللي هي 6.75 تطلع 6.4، تبقى البيتا ماينس 4.41 تقسيم 6.75، وبعدين اخد شيفت كوساين لازم تطلع اكتر من 90 131، والجاما نفس الشيء سالب 4.16 تقسيم 6.75 شيفت كوساين 128 درجة. يبقى اجابتنا مثلناها اذا كارتيزيان فيكتور، وادي الثلاث زوايا المطلوبين.